اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يكون ضيفي في هذه الفقره يعني واحد من المدربين اللي كان لهم صولات وجولات مع منتخب مصر على المستوى بقى كاس العالم والمستوى الافريقي ومستوى كل حاجه، حتى مع منتخبات الشباب والناشئين ومع الانديه المصريه، فهيبقى رايه مهم جدا، خصوصا ان هو من اللي شاركوا كمان في الفوز بكاس الامم الافريقيه في بوركينا فاسو. كابتن علاء نبيل، اهلا وسهلا. كابتن علاء منورنا. الله يخليك يا استاذ محمد. الله يخليك. وانا سعيد ان انت معانا النهارده. وانا والله اسعد. الله يخليك كابتن علاء. الله يخليك حبيبي. الاول عايز يعني اخد انطباعك عن كاس الامم الافريقيه دي. انطباعك عن منتخب مصر. كاس الامم الافريقيه ده شريط قدامي رجعني ل 98 في بوركينا فاسو. بص، كل حاجه يعني حتى التقرير اللي انت كنت جايبه ده يا استاذ محمد نفس الظروف عدينا بيها. الإقامة بس هما كانت إمكانياتهم الإقامة ما فيش حاجة، احنا بقى رايحين بنحلم بالساونا الساعة كذا والجاكوزي الساعة كذا فيش الكلام ده، فيش حاجة خالص. فيش حاجة خالص. يعني عايز أوريك صورة لصلاح ومستني. أيوه شفتها ولا لأ؟ شفتها في راس البر. لا بس واللعيبه متكيفه ودي ميزه. لازم بص النقطه مبرضه يعني مش متكيفين. احنا اول ما نزلنا ودخلنا بقى قال لك ده الاقامه، لقينا اربع شلهات كده وممر زلط في النص، تمام، وباب من هنا وباب من هنا، قال لك ده الاقامه. يا جماعه طب فين هو ده الاقامه؟ اللعيبه بقى منفصله، مش مفيش حاجه خالص. واللعيبه بقى تنجب واللي طقطق واللي مش عارف ايه واللي قف فوق. بص يا كابتن، بص محمد صلاح. ايوه بقول لك بص، اهم لعيب في العالم دلوقتي. سليه قاعد يبص في التليفون، قاعد في التشت. فكابتن قال لك الموضوع هيهرب مني. فراح عامل لهم محاضره اسمها ايه بقى يا استاذ محمد؟ حب المكان. حب المكان. حب المكان. وعملنا كده لعبة ان هنعدي في يوم هنشوف انضف واحلى مكان سكن، يعني ايه هو مين، وهيبقى في دي مكافأة كل واحد $100. دخلنا اللعيبة في جو، وده بقى اللي يجيب السرير ده هنا، واللي يطلع يجيب زرعة من بره يحطها، عملنا جو وحالة. وبقينا بقى احنا طلبة في المعسكر، وكان سمير عدل ينزل صبحية سوبر ماركت يجيب جبن ويجيب فطار ونقعد، واللعيبة كانت طيبة جدا جدا، الأطفال بتوع بوركينا واقفين، وكان اللعيبة عندنا تديهم. بص نفس الظروف أنا شايفها دي من ناحية المكان التنظيمية وكلام. انا بقى هكلمك على الناحيه اللي حصل معانا. احنا تأهلنا من هناك تاني مجموعه. مصر تأهلت ايه تاني مجموعه. تمام. انا هرد بوركينا وانت ترد الكاميرا. تمام. احنا تأهلنا تاني ايه مجموعه، ومصر دلوقتي ايه تاني مجموعه. طيب بعد نيجيريا احنا كنا وقتها بعد المغرب، كان بعد المغرب مباراه المغرب الاخيره اللي هو الجون اللي جبت. مين اللي خرج تونس في بوركينا فاسو؟ في بوركينا فاسو؟ بوركينا فاسو. اوكي. اللي هي خرجتها في الكاميرون. اوكي. تمام؟ نفس المنتخب. مين اللي خرج كوت ديفوار في بوركينا فاسو؟ احنا. 5-4 ضربات جزاء. احنا اللي خرجناهم برضو في بوركينا فاسو. في الكاميرون. في الكاميرون احنا خرجناهم كانت هي 5-4 واحنا 5-4. تمام. مين اللي ضيع من في 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 واحنا بوركينا فاسو بضربات جزاء من كاميرون في كوت ديفوار؟ رقم 3. مين اللي ضيع في الكاميرون برضه رقم 3 اللي هي الضربه الثالثه؟ الجزاء الضربه الثالثه. الضربه الثالثه دي هنا ضاعت وهنا ضاعت. قابلنا مين في القبل النهائي؟ صاحب الارض بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. احنا هنقابل مين في قبل النهائي؟ الكاميرون صاحب الارض. بس خلاص. بس احنا هناك صعدنا نهائي وخدناها. لو هناخدها ان شاء الله. يعني انت حاسس ان نفس يعني بص شريط بيعدي قدامي، يعني وانا بتفرج على التقرير عمال اقول كأنك في بوركينا. خلاص عشان اقول حاجات اكتر بكده كمان. يعني كأنك في بوركينا. يعني انا في بوركينا فاسو بالظبط. وكنا رايحين برضو والناس كلها مش متخيله ان احنا هنروح. فاكر كان في انتقاد رهيب جدا، وكانوا معترضين
على بعض الامانه الكابتن حسام حسن. يا ده عملوا له استفتاء عشان يبطل. اه قالوا له قال لك ازاي يسافر ومش ازاي يسافر. وكان ليه حوار معايا في الطياره وكان الله يرحمه الاستاذ محي فكري كان عامل استفتاء في المجله عنده. والحساب يبطل وبتاع وبعدين انا ماسك المجله كده بقراها حاسس بسخونه كده استاذ محي الدين فكري. لقيت حسام بيقرا معايا يا سلام وعايز يجي انت عارف بقى حسام بقى. جريت جبت الكابتن وجهري ورجع قاعد معاه في الطياره حوالي ساعه ساعه وربع كده وخلى حسام هداف البطوله وخدنا البطوله خدنا كل حاجه وجينا جاب 7 أجوال كابتن حسام. كان 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 غير طبيعي يعني. فالشريط بيعدي قدامي يعني فان شاء الله متفائلين يعني. يعني سبحان الله الصوره اتغيرت في 5 أيام يا استاذ محمد. 5 أيام احنا بعد ماتش السودان بالرغم ان احنا تاهلنا الناس كلها كانت في حاله خالص. طب وانت كنت مع الناس دي يا كابتن علاء ولا كنت حاسس بأمانة انه بامانه للموضوع ده بالشوش وليد لا ده الموضوع ده بقاله فتره. لما نيجي كده نحلل احنا غيرنا حوالي 4 أجهزة بسبب الاداء. بالايام كبر ورحنا كاس العالم ووصلنا نهائي افريقيا. من الناس مش جمهور مصر زواق بحب الكوره. بعد كده جبنا اجيري ولا اداء ولا نتيجه. جبنا الكابتن حسام بامانه الله النتائج كانت ايجابيه مش مفيش نتائج يعني وحشه لكن الناس مش مقتنعه بالاداء. اتغير جه كروش ماتشات في تصفيات كاس عالم وماتشات في افريقيا والبطوله العربيه 3 مباريات في الدور الاولاني في امم افريقيا بصراحه وحاجات بقى فنيه غريبه جدا جدا جدا. في خلال 5 أيام مباراة المغرب الكوت ديفوار والمغرب قلبت الموضوع قلبت الموازين وبدأت بقى قويل انتوا مش عارف. لا احنا يعني برضو عايز اتكلم في الحتة دي ان كان في انتقادات شديدة جدا وحادة جدا وانا كنت قاعد مستني اللعيبة بشجع اللعيبة هتعمل ايه في ماتش كوت ديفوار لان لو كان حصل حاجة كان هيبقى كانت تبقى نجمة على الكرة المصرية خلاص. الجيل ده انتهى لان الجيل ده الناس مستحملها بقاله فترة. لكن بصراحة يعني هم وقفوا على حالهم بقاله فترة. ليه يا كابتن الجيل ده بوصل كاس عالم وصل فاينل افريقيا 17 في مصر ما تفرقش معاه. احنا رحنا كاس عالم لكن عملنا ايه؟ مش رجعنا بحواديت والزيارات اللي في المنتخب والنتائج نفس الكلام برضو نفس الكلام. اللي اتقال على كاس العالم في روسيا الزيارات برضو والحواديت والناس والهيصه والدوشه فهي جمهور مصر ذواق. هو ماتش المغرب هو حلاوته في ايه؟ حلاوته اللي انت بتلعب المغرب. حلاوته اللي انت جه في الجون. حلاوته اللي انت رجعت تاني المباراه جبت المكسب لعبت الاخر دقيقه. هي دي كره القدم بالنسبه للجمهور. ما تفرقش معاه اللي هو تكسب 2-0 وما فيش اداء ولا ولا ولا. فخلاص هو ده طبع الجمهور ولازم نشتغل على كده ان هم دول روح كره القدم. فاعتقد ان اللعيبه لحت نفسها صراحه يعني. الجهاز الفني لا عشان برضو في ناس اقاويل برضو وده طلع عالمي لا عالمي ولا مش عالمي. خلينا بقى واحده واحده عشان ايه نتكلم. احنا لولا والله يا استاذ محمد لولا الانتقادات الحاده والشرسه جدا اللي حصلت ما كانش الراجل عدل في افكاره يعني في افكاره. تمام. بعدين انا مش جايب واحد عدل لك افكارك. انت المفروض لا بص يا كابتن الانتقاد مهم في الحياه بشكل عام. طبعا حضرتك ممكن تنتقد ابنك في موقف بتصوبه طبعا بس انتقاد هدفه التصويب. لكن في ناس تجاوزت الانتقاد لا في ناس اهانت بكل يعني يا كابتن في ناس تقول لك ده جاي ياكل عيش. يعني برضه كارلوس كيروش في الاخر المدرب له اسمه يعني الكلمه حتى يعني في ناس مسكوا النني قالك ما بعرفش كوره ده في الارسنال كده بالصدفه يعني لا يعني تنتقد وهو كيروش نفسه ممكن ينتقد لعيب عنده في الفرقه عشان خاطر يحفزه ويخليه يعدل من خطا ليه. لكن هي كان بس الاعتراض على التجاوز. طب كلنا انتقدنا كيروش يعني ما لا كان في حاجات كتير ومازال زي ايه بقى مازال يعني الحاجه اللي انا لا ما اقدرش يعني انت قلت العصبيه شويه على الخط لا في حاجه اكبر من كده. انت النهارده بدايه من مباريات خلصت المجموعه الاولانيه اللي هي السودان دوري دوري المجموعه الماتشات كلها ممكن تخلص ضربات جزاء ترجيحيه. كل الادوار ضربات جزاء ترجيحيه لازم المباراه هتخلص تمام. ازاي انا مدرب حراس المرمى مش معايا على الدكه ازاي
ازاي المدرب حراس المرمى اللي هو بيهيئ اللاعب حارس المرمى ده، انت في مباراه كوت ديفوار كان عندك كارثتين، الكارثه الاولى اللي هي محمد الشناوي اتصاب تمام ونزل ابو جبل، ونزل ابو جبل لابد من مدرب حراس بيهيئ اللاعب الحارس اللي بيجهز ضربات جزاء دي، عايز تقفل كده تسد ودانك ما بين المدرب الحراس وما بين الحارس. المباراه الثانيه مين اللي بيسخن محمد صبحي؟ محمود جاد اللي بيسخنه مظبوط، وعصام قاعد في المدرج في الوقت اللي انت مقعد فيه المدرب الاجنبي اللي جنبك اللي معاك اللي انت بتعتمد عليه في كل ظاهره كبيره، ومقعد ضيا ومقعد محمد شوقي، طب واحد يقعد فوق بالتبادل ومدرب الحراس لابد يبقى موجود. ما دي برضو ما حدش ملاحظها ازاي يعني، بس هو خد بالك عشان هو مدرب حراس اصلا. لا هو بيتكلم، هو كان حارس مرمى، هو بيتكلم مع صلاح بس خلي بالك. هو في بس دلوقتي الكاف حط على موقعه الرسمي ان في غرامه 100,000 دولار على الاتحاد المصري، 50,000 تنفيذ و 50,000 قسط مع ايقاف التنفيذ. اول مره اشوف غرامه مع ايقاف التنفيذ، مش عارف يعني لو حصل حاجه شبهها ندفعها احنا وتونس، احنا والمغرب، ولا لا احنا حطوا 100,000 دولار علينا احنا بسبب انه احنا اخترقنا يعني البروتوكول الاعلامي اللي هو فيما يعني اللي كيروش ما حضرش المؤتمر الصحفي بتاع مباراه المغرب، مع انه احنا قلنا في البعثه المصريه انه كان في مشكله زحمه يعني، والراجل مع السولية راحوا يحضروا المؤتمر بس ما قدروش يوصلوا في الميعاد. ايه المشكله؟ واللي حصل ايه؟ هم اتمرنوا ومفترض يطلعوا من التمرين على مقر المؤتمر الصحفي، فعشان يطلعوا من التمرين للمؤتمر الصحفي طلبنا ان يكون في تامين، يعني لازم في عربيه تامين بتاخدك، فما فيش غير تامين واحد، فقال لك خلاص هنمشي بنفس بالتامين ده، نرجع كلنا الفندق وبعدين نطلع تاني بالتامين ده عشان نطلع مؤتمر الصحفي. راح متاخر، فراح متاخر. طب هذا طبيعي طبعا، فقعد ربع ساعه مفترض انت ما دام انت عايز تنقلني من الملعب امني هتامني وتامن برضو البعثه اللي راجع الفندق تمام مش كده، واتحركوا فعلا، بس قعد ربع ساعه المؤتمر لما ما جاش 100,000 دولار. يلا مش متعاونوا ياخدوا بطوله ندفعهم، مش ندفعهم كيروش، ندفعهم كيروش بقى مش محتاج فلوس. ده بيقول لك كيروش ده غني جدا، عنده عزبه في البرتغال. لا والله كيروش باشا هناك وراكب على باب كياف، خلي بالك. بقول لك كيروش باشا اقطاعي بلازينة. والله بقول لك غني جدا في البرتغال يعني. ده بمناسبه الناس اللي بتقول لك ده، في حد طلع قال لك جمله غريبه جدا، قال لك انه قاصد يخسر من نيجيريا. لا لا لا، ليه قاصد يخسر من عشان يخرج فنمشيه فنديله شرط الجزائي؟ لا ما الاخوال كتيره يا اخي. طب ده كلام ده، طب ده ما ده اللي احنا قصدنا عليه بقى، ده كلام ما ينفعش يتقال. انما لما تقول لي هو متعصب على الدكه اكتر من لازم، احنا نحترم ده طبعا. نقول بيغير مراكز بعض اللاعبين وده مش وقته، نحترم ده طبعا، لان ده في الاخر انتقاد هدفه لازم تتعامل مع الجهاز المعاون بتاعك، طبعا نحترم ده. انما اللي يقول لك ان يا كابتن لعب في الارسنال بالصدفه، بس هو موضوع عصام الحضري ده اللي ملفت للنظر جدا. تتفق معايا ولا طبعا اتفق معاك فيها طبعا، خصوصا ان في وقعتين في مباراتين ورا بعض تمام، والمباراه اللي جايه كمان ممكن يعني اصابه وبنالتيز اللي هي بتاعه الكوت ديفوار، يعني اصابه الشناوي ونزول ابو جبل وبعدين ضربات الجزاء، ضربات الجزاء، والماتش اللي فات اصابه ابو جبل ونزول وصبحي كمان الحارس لسه يعني لسه محتاج حضن اول طبعا، محتاج حضن وهو نازل حضن عميق من الحضري. الحاجه الثانيه الفنيه بقى اللي احنا كل الحاجات دي حاجات بره الملعب يعني. الحاجات الفنيه بقى استاذ محمد، ايه اللي هو اول ما جه دخلك في في حوار الاختيارات، مره راح مستبعد قفشه ومحمد شريف، ومره استبعد طارق حامد وزيزو، خلاك ايه ده، بص جاب مين، بص عمل ايه، طب ايه الهدف من الكلام ده كله؟ انا لما ببص الاحداث دي انا مش انا يعني عشان دي مهنتي، فانا انت بتعمل كده ليه؟ تمام، اقول لك وجهه نظر ممكن تكون هي دي وجهه نظره. انا بص اي واحد ليه وجهه نظر بتحترم، لا هو ممكن يكون في الاخر الملعب وادائك هو الفيصل بس كده طبعا، بس هو ممكن تكون وجهه نظره ورسخ فكره ان مفيش حد حاجز مكانه في المنتخب دلوقتي خلاص. بس بص يا محمد معلش مش وقته، انت داخل انت رايح بطوله عربيه، لا بس الاحداث اللي احنا بنقولها دي كانت من بدري يعني، من بدري من يعني اول شريف وقفشه ده تاني يوم، وانا بقول لك ده لعب ماتش ودي ليبيريا، شريف جاب الجولين تاني يوم شاله. ايوه وبعد كده روح بطوله عربيه يعني كان من المفروض اللي هو يعني الاعتماد الرئيسي على الناس اللي هتروح مع لاعب ناس وتحدى الاراء كلها والانتقادات كلها، وما حطش الناس في الـ40 اسم
طب تيجي ازاي؟ لعب ناس، بس في ناس برضو انضمت لعبت في كاس الامم من افراز البطوله العربيه زي محمد عبد المنعم، زي لا معلش عمر كمال عبد الواحد، معلش افراز المنتخب الاولمبي، لا يعني اقصد شافهم في، ما فيش حد من الدوري خالص غير عمر كمال عبد الواحد، مش بس اقصد هو يعني شافهم في البطوله العربيه، ما لعب معاه محمد عبد المنعم في كاس العرب، ماشي ماشي، لكن يعني اقصد لكن شافهم في كاس العرب، لا اصل الناس تقول ايه اصل جاب محمد عبد المنعم من مش عارف، لا محمد عبد المنعم كان في المنتخب الاولمبي وكان من اعمال الرئيسيه للمنتخب الاولمبي، اكرم توفيق من المنتخب، محمد عبد المنعم كان اساسي في المنتخب الاولمبي، كان بيلعب في شوقي غريب، واكرم توفيق ومحمد ومصطفى محمد ورمضان صبحي ومرموش، بس مرموش كان منتخب اولمبي لكن ما لعبش، ما ظهرش، دي لقطات بس تفقد البعثة والجهاز الفني والناس بتاعتنا للملعب اولمبيا اللي هتقام عليه البطوله المباراه ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. انا اقصد يا كابتن ان هو في يعني بعض اللاعبين هم افراز، هو جرب عبد المنعم، هي تكتب لي اللي هو ايه خدهم ولعبهم يعني، لكن يعني ايه، بس عبد المنعم لعب اساسي مع كابتن شوقي غريب، ايوه الموجود مع منتخب الاولمبي ازاي، السردباكات بتوعه كان الواد بتاع اللي في هو جاب احمد حجازي مع بيراميدز، اسامه جلال كان اسامه جلال وكان بيكهام، وبعدين حتى في الدوره الاولمبيه خد حجازي وخد الونش، خد حجازي والونش ومحمد شناوي مع المنتخب الاولمبي، طب راجع خلق اعدادي راجع، كان موجود مع المنتخب الاولمبي حتى لعب او ما لعبش مش مشكله، بس هو منتخب اولمبي، لا انا اقصد ان هو الراجل برضه، عشان انا برد عنه يعني، حضرتك بتقول وانا بحاول ارد عنه، يعني احنا قدرنا نطلع بعض اللاعبين زي مهند لاشين موجود احتياط استراتيجي دلوقتي معاك في المنتخب، زي محمد عبد المنعم اساسي بس برضه ما بيستخدموش، ما يعني عمر كمال اكتشفه كباك رايت، عمر كمال ده من السنه اللي فاتت واللي قبلها كان، بس كابتن لعبه باك رايت، هو بيلعب فيرود في، بيلعب يمين او شمال او فيرود في المهاجم، يعني هو بيلعب باك رايت مع المنتخب، فدول افراز عشان مزنوق، معلش مع احترامي لو في باك رايت تاني في مصر كان بص، هي النتيجه بتخلينا نبص بصه غير اللي احنا كنا بصينها في الاول، حلو يعني اقدر اقول دلوقتي هو في مرحله نجاح، عشان نتكلم كلام فير، 70% اللعيبه 30% هو، انت مش مقتنع ان هو ليه بقى؟ ان هو لان انا كبير. انا بص يا استاذ محمد، انا لما اجي انا اعمل اللخبطه اللي انت عملتها ده هنا وده هنا وده هنا، دي نزلت من رصيدك قوي، ما حدش فاهم كده في مركز او اتنين بكتير، ولكن انت عملت حاجه مصطفى محمد بجناح يمين ومش عارف ده، في مباراه في بطوله العرب لعب حسين فيصل في اربع مراكز في المباراه، لعبه في جنب اليمين وبعدين نص الملعب وبعدين جنب الشمال وده راس حرب، طب ليه بتعمل كده؟ بيجرب، لا بص يا استاذ محمد معلش، في فرق بين مدرب المنتخب ومدرب النادي، مدرب النادي بيبقى عندك 30 لعيب ممكن في مشترك في افريقيا بقى، ومشترك زي الاهلي والزمالك والناس اللي بتشترك في افريقيا على طول، ممكن ان انا اجرب بحيث ان انا ابقى عندي دروب في الدوري العام وحصل اصابات، يبقى انا ممكن ابقى عندي اللعيب ده في الحته الفلانيه والحته الفلانيه، تمام؟ لكن انا منتخب، انا مدرب منتخب، انا حسب التكتيك اللي انا هلعب بيه وفكري اختار اللعيبه، انا اخترت استاذ محمد من القناه دي عشان ده هيناسبني، تمام؟ ما اجيش انا بقى اروح جايبك وهديك قناه ثانيه، لا انا الفكر عندي والبضاعه زي ما بيقولوا ايه قدامي كلها، هاخد انا خدت محمد شريف من النادي الاهلي لانه هو راس حربه، ما اجيش انا باخده من راس حربه اروح احطه في الحته الفلانيه، احطه اطرف، تمام؟ في الحته الفلانيه في انديه تانية وفي في نفس النادي، واخد بالك؟ مش محتاج اجيب حد انقله، مش اجيب حد انقله، انت باخد واحد جاهز في الحته دي، ايوه في ناس في انديه، في الانديه كلها في لعيبه كويسه، وفي بس برضه يا كابتن بعض المدربين يقول لك انا بحب اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مكان لانه سير الماتش ممكن يخليني اغير، ده واحد ولا اتنين في المجموعه كلها يا محمد اللي بتاخده لما بتيجي القايمه، يعني شغالين منتخبات وعارفين لما بتيجي القايمه مثلا 23 لعيب تبقى 3 جوان عندك 20 لعيب، مش هتاخد اتنين في كل مكان، لا هيبقى في مكانين عندك مع على الاقل اتنين لعيبه ممكن يادوا لك الدور في المكانين، زي مثلا كان بركات معانا، كان زي احمد حسن معانا، زي احمد فتحي بعد كده، احمد فتحي بعد كده، تمام؟ لكن كتير قوي كده لك طب خلينا نقول بقى يا كابتن برضو اللي للراجل، طب فين انضباط تكتيكي في الملعب في الماتشين بتوع كوت ديفوار والمغرب؟ الحاجة التانية قبل ما اخش في الانضباط التكتيكي، ان يمكن انا قلتها والحمد لله من ساعة ما اتنفذت وهي ماشية صح، انا قلت الملعب لا يستحمل انني وعبد الله سعيد مع بعض،
ولما جاب عبد الله فرق. انا قلتها لا بضرب في ده ولا بضرب في ده، انا بقول وجهه نظر الفنيه من خلال انا انا عارف ان انا فرقتي ايه، اقدر اعمل دور الهجوم ازاي والدفاع ازاي، ولما كره تتقطع ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، الحل ليها حسابات تانية خالص. فانا قلت يا جماعه الملعب لا يتحمل انني وعبد الله السعيد الاثنين يبقوا في تشكيله اساسيين في المنتخب. ومن ساعه ما قعد عبد الله السعيد وحضرتك تفضلت وشفت فرق الاداء عامل ازاي، النني كمان نفسه بقى حاجه تانية، لانه لا نزله تحت، نزله تحت مكان السوليه اللي هو او مكان حمدي فتحي اللي هو الحته اللي هو قدام الاثنين السردباكين الديفندر ديفندر يعني تمام. فدي من ناحيه الانضباط التكتيكي اللي انا مبسوط منه جدا، واللعيبه بتنفذه 10 على 10 ومن 90 دقيقه اللي هي بيلعبوا زون نص ملعب، اول ما الكره بتتقطع كله بيرتد لنص الملعب، ودي بتحتاج الى مجهود عالي جدا بدنيا كمان. ما انا بقول لك بيحتاج مجهود عالي جدا، مجهود يبقى تقول بدني، محتاج تركيز، لان ممكن اللاعب ممكن يسرح مع الهجمه يسرح مع لكن لان هو ان انت بتادي دورك 10 على 10 ومركز المدرب بيقول لك ايه، دي انا يعني اشهد بيها له ولا لا اشهد له بيها، لازم اشهد له بيها واشهد للعيبه اللي هم بينفذوا كلام المدرب، ودي بتبقى شخصيه للمدرب اللي هو بيقنع اللعيبه اللي هو ينفذ. شفت كابتن فتوح في ماتش المغرب، فتوح يعني فتوح ومحمد عبد المنعم الاثنين عملوا مباراه غير طبيعيه، ملتزمين بشكل غير طبيعي يعني طبعي. فتوح اللي بيطير ويرفع، ما شفناه ازاي قدام اشرف حكيمه، اشرف حكيمه اتجنن في اخر الماتش خلاص سلم. لا بصراحه، وابو جبل لغايه لما اتصاب في الكوره، خلي بالك الكوره دي جول جولد مليار في المية. انا شبهتها بكرة دروجبا مع الحضري، ايوه دي في السكس يارد وطالع الواد يعني انت عارف الكوره دي، وانا قاعد كنت اتفرج ماتش مع اولادي، دي جون صح والله، مبروك مصر كسبت. بس قلت له بس مع اولادي في الكوره زي دي في حاجات كده بالخبره كده، القدر عايزك في طقوس كده، القدر عايزك، ما لو مش عايزك دي جت دي جون. التز فرصه الحوار اللقطه دي، اعتب بقى على كروش في حاجه معينه. لما انا مدير فني وشايف ان الحارس المرمى عندي مصاب واضح جدا لا قادر يتحرك، وبيجيب السردباك جاب مع انه اللي كان بيشوط من اول الماتش وجاب منع مره وجاب في كره اتشطت فوق العارضه ما حاولش يتحرك لها تمام، معنى كده لعيب يشهد له اللي هو بوطنيه وحماس وكلنا سقفنا له، لكن دي مصلحه فرقه لابد، لان لو كان لا قدر الله لا قدر الله استاذ محمد شطت في المقص حصل جه فينا جون في هذا التوقيت كان هيتحاسب حساب عسير. ما انا ما سجبش اللعيب ابدا خلاص، ما تصبرش عليه يعني، ما اصبرش عليه في حاله زي ده حارس مرمى، لما ممكن الدكتور يكون قال له لا الدكتور عمل له غير، لا مش قادر يا جماعه، هو مش قادر خلاص. فدي برضو كانت من الاخطاء اللي هو وقع فيها. واحده واحده هتظبط، واحده واحده هتظبط، بس احنا عشان بنتكلم بنقول اللي ليه واللي عليه، حاجات ليه كويسه وحاجات ليه حاجات كويسه، ليه اللي هو استجاب اكيد الناس وصلت له، بلاش تغيير اماكن، حتى التغييرات النهارده بينزل فلان مكان فلان، بيطلع مصطفى محمد بينزل شريف، ده حتى التوقيت بقول لك يعني. طلع مش عارف مرموش نزل زيزو او تريزيجيه، واخد بالك، فبيغير المكان بمكانه، ودي حاجه كويسه خلاص. يبقى انت تعرف اللي بينتقدوه دول فاهمين الكوره برضو يعني، اللي بيقولوا حاجه لازم تستمع لهم وتشتغل على نفس الكلام يعني. بس احنا برضو عايزين انت بقى شايف ماتش الكاميرون ازاي يا كابتن علاء؟ شايف ماتش الكاميرون مباراه كاميرون زي ماشيه زيك بالظبط، مباراه 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 من الاحسن للاحسن زي بالظبط بالظبط، بيزيد برضو مع كل مباراه. هم هتديهم 20% 25% زياده اللي هو ايه؟ ارض وجمهور. برافو عليك، هي دي بتفرق مع صاحب الارض. وفي نفس الوقت بتعتمد على الكواليتي بتاع اللعيبه والكاركتر بتاع اللعيبه يعني. ممكن في لعيبه ما بتستحملش الضغط اللي هيبقى موجود في المباراه، اذا كان في مباراه حصل كارثه بره والناس متدافعه وشا. في ماتش مصر قبل النهائي مباراه والتاني هيكون نص النهائي هيحصل ايه؟ ممكن الجمهور يبقى عامل عكسي للاعيبه تمام. فانت مطلوب من لاعبتنا الهدوء تماما، واهم حاجه يا استاذ محمد الوقت اللي هم هيكون ماسكين فيه كوره ووضع طبيعي اللي هم في اول مباراه هينزل والجمهور هيبقى مستواك اقل. اهم حاجه في اي فرقه مميزه
الفتره اللي انت تبقى فيها وحش ما يجيش في الجون. يبعد الكوره على طول قدام ال 18 ما يجيش في الجون. تمام، زي ما حصل في كوت ديفوار. كوت ديفوار اخو اول 9 دقائق او اول 9 دقائق بالظبط، اول 10 دقائق احنا مش شايفين. مظبوط، بس قدرت تمسك نفسك وما جاش في الجون، عشان كده كملت. تمام. المغرب برضو لما تقول هنا وهنا البدايه وحشه، وده برضو من الحاجات اللي هي ملحوظه. المفروض انت فرقه كبيره بتنزل بتفرض رتمك من اول مباراه بتفرض، بس هو كان خطا دفاعي المغرب، جابت جول بينالتي، خطا ايمن اشرف يعني مع من بعد ضربه الجزاء رجعنا. هي دي نقطه التحول الكبيره اللي حصلت لمنتخب مصر. اللي انت بعد ضربه الجزاء والهدف حسيت بقى بالمسؤوليه. بس برضو زعلت تاني لما جبنا الجون وبدانا برضو احنا رجعنا شويه والحاجات دي كلها. تمام. فاعتقد ان المباراتين دول ثقه كبيره للاعبتنا. فريق الكاميرون احنا بنلعب بأفارقة كتير قوي، وعندنا خبرات في الملعب محترفين، وعندنا لعيبه محليه لعبت وخدت بطولات افريقيا. فاعتقد ان برضو تنفيذ تعليمات المدير الفني، التركيز، الهدوء، الفتره اللي انت تبقى فيها وحش ما يجيش فيها جون، اعتقد ان احنا ان شاء الله هنوصل نتيجه ايجابيه، لان احنا عندنا الميزه عندنا اللي احنا عندنا دكه كويسه. عندنا دكه كويسه، يعني انت هو معتمد على ثبات تشكيل مش وحش، بس هو عنده قلق في مكان واحد، الثالث بتاع نص الملعب، الثالث بتاع السليه مع النني، الثالث هو دي مشكلته. طب دلوقتي حمدي فتحي رجع، هو الثلاثه في ماتش كوت ديفوار كانوا كده، كانوا السليه مع النني مع حمدي فتحي. برافو عليك. المباراه بتاعت الكاميرون دي بالضغط الجماهيري والاعلامي الثلاثه مطلوبين، وحمدي لازم يبقى موجود، هو الثلاثه مطلوبين. لما خلاص مسؤوليه حسب بقى نتيجه المباراه، لقيت ان انا بقى تنزل بقى زيزو، عايز بقى حته هجوميه، تنزل رمضان، لقيت حته هجوميه ضعيفه، لا قدر الله يا جايك في جون وعايز تزود حته هجوميه، بلاقي الجيم ماشي كويس وقدرت ان انت كمل على هذا المستوى. عندك دكه فتري زيجي بقى ورمضان صبحي، وعندك زيزو، كل دي لعيبه. انت النهارده تريزيجي لما نزل عمل الفرق في البتاع ده، مش عمل فرق ليه؟ بس رجع يا كابتن والله. ما هو يعني صراحه تريزيجي برضو الراجل صبر عليه، رجع هي واحده واحده، لانه كان عشان يبتدي كان صعب. فانت النهارده اديته حته امل هو يبتدي، لان برضو انت لعبته في توقيت وخد ثقه، وهي دي بقى هي دي كره القدم. اللي انت اللعيب لما يبقى ياخد فرصه وخلاص، انت النهارده حبيت تبتدي تريزيجيه هيبقى موجود معاه. برافو عليك. ما تقلقش. النهارده تريزيجيه كان بيلعب في نص الملعب صح؟ مظبوط. النهارده عشان يعمل الاختراق ده من نص الملعب ويروح ياخد الكره بتاع صلاح ويجيبها جون، هو ده اللي عايزينه. عشان كده بقول لك ايه، كل مباراه ليها يعني لو تفتكر ايجابيات. لا لو تفتكر بوركينا فاسو كنا مثبتين، كان في ثلاثه كان ليهم دور في كل مباراه، مره سامي الشيشيني، ومره طارق مصطفى، ومره اسامه نبيه، والفرقه كلها ثابته، واخد بالك؟ على حسب ده ايه امكانياته، ايه عايز، ايه عايز واحد عنده يقف على الكوره ويشتغل زي سامي الشيشيني، عنده واحد دريبلر ويروح زي طارق مصطفى واسامه نبيه. فاعتقد ان خلاص يعني قروا الجيم كويس، قروا فريق الكاميرون كويس. هي بس المشكله اللي هم عندهم اتنين هدافين، وانت عندك الحته اللي ورا ما بين اصابات وما بين يعني مثلا ايه، كان حجازي على فكره عامل دوره هايله جدا، بطوله هايله جدا بصراحه، يعني عامل بطوله هايله جدا بصراحه. وجنبيه كان طبعا ابتدى بالونش، وبعد كده دخل محمد عمام دلوقتي تعتبر هو الوحيد اللي مكمل. والونش على فكره رجع، بس برضو القلق اللي هو بقاله فتره بيتعال، ما بيحضرش غير 3 4 تمرينات، واخد بالك؟ فهل هيرجع بنفس القوه قدام اتنين سترايكر هدافين مع برضو العمود الفقري؟ خليني اقول لك الانطباع، لانه فتوح رجع بنفس القوه، يعني فتوح غاب ماتشين ثلاثه للاصابه، رجع باداء قوي جدا. ف يعني اللعيبه بتاعتنا عايش الاجواء كده كده، عايش الاجواء. خلي بالك برضو استاذ محمد، بتختلف من لعيب للعيب. في لعيب طب الونش من اللعيبه اللي قلبها جامد في الملعب لما اشوفه جاهز، لكن ما مش عايش معاه. خد بالك هو كان جاهز حتى قبل المغرب بس ما لعبوش. بس انا شايف انا مش عايش معاه، يعني مثلا مش عايش معاه جوه نادي الزمالك مثلا، اعرف اللي هو مثلا كان مصاب ونزل، ولا ما مش عايش معاه. لكن انا بشوفه في الحاله الفنيه والبدنيه العاليه، لعيب هايل صراحه. يعني لو جاهز في التمرين يلعب، يا لو جاهز في التمرين. طب لو خيرناك قلنا لك هو ولا محمود علاء ولا ايمن اشرف يبقى سيرد باك تاني جنب عبد المنعم، تختار مين؟ محمد عبد المنعم هيبقى اساسي، خلاص محمود عبد المنعم، خلاص واحد من ايمن اشرف ايمن اشرف ومحمود علاء والونش. لا الونش
ده التاني مع محمد عبد المنعم، هو ده اللي هيحصل. انا هقول لك التشكيل اللي هم يعني اللي كان واضح النهارده ان هو هيلعب بيه. ابو جبل بكره هيبان يعني، وخلاص الدكتور ابو العيله قال له سليم، فلازم يتمرن بكره التمرينه كامله عشان يبان هو ابو جبل هيبقى نظامه. لو سليم طبعا يلعب بس في نفس التوقيت اعداد خاص لمحمد صبحي لاي لحظه ممكن لاي لحظه انما ابو جبل لو جاهز يلعب طبعا. في اليمين عمر طبعا، في الشمال فتوح، السردباكين حضرتك قلت الونش جنبه، ده فعلا الونش جنب عبد المنعم، نص الملعب حمدي فتحي جنب السلاي والنني، وقدامهم صلاح مع ان النني هو اللي يبقى، لان النني الحته اللي هو بيسلم ويسلم دي هي دي اللي مطلوبه الحته قدام السردباكين. يبقى النني رائع يا كابتن في دي، النني رائع في دي ايوه، لكن تطلع قدام لا بس هو يسيبها للسلية بتاعت قدام، يسيبها للسلية وحمدي فتحي و... بس وحمدي فتحي مستو انه بيضغط برضو لا لا لعيب نشيط وقوي وكرته حلوه يعني. طبعا قدام صلاح ومصطفى محمد ومرموش ما فيهاش نقاش، ده يبقى تشكيل جيد. في ثبات وفي في ذكاء في ان انت مأمن نص ملعبك كويس قوي تمام. وبعدين تشوف يعني لو ماتش تاني اقول لك ممكن حمدي مثلا، ممكن نحط زيزو في الاول، ممكن نحط لا، لكن الكاميرون لا، الكاميرون في على الظروف في الظروف سيمي فاينال وبين جمهوره وبكاري جسامه يعني نلعب على المضمون وبعدين كده ايه وبعد كده واحنا قاعدين بقى بره ابو صلاح يخطف لنا عندي فلان وفلان وفلان لا احنا كذا احنا كذا احنا كذا بس. انما انت متفائل بالفوز؟ لا متفائل، بقول لك الشريط ماشي قدامي ان شاء الله الشريط ماشي قدامي يعني، مع ان انا كنت بنتقد بس الحمد لله ما كنت يعني بنتقد ما بجرحش يعني، بس مبسوط. لا انت بالعكس يا كابتن، اي نجاح على اي في كل المجالات ما انت بتنتقد للتصويب. انت لو جيت دلوقتي قلت لي يا شباب بعد الهوا مثلا يعني بقول لك ايه، انت في الحته دي لو كنت عملتها بما ما انت بتقول لي حاجه، لو انا عملتها فعلا هبقى افضل. دي حقيقة وده اسمه انتقاد للتصويب تمام، لكن الاستهانه والاهانه لا ده يعني لا 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 لان بقول لحضرتك استاذ محمد لو كان حصل حاجه كان الجيل ده عشان ندخل جيل تاني مكانه وراه على طول كان هياخد وقت، كان مشكله، فهنقعد فتره بقى في دروب كبير. عبد المنعم مش ما كانش موجود في قائمه الدوري الاولمبي، ما كانش مع الكابتن هاني الشرقي، ما راحش معاهم. لا راحش، كان هم كل ده بيدوروا لا قالوا لي من بدري، بس انا قلت اصبح اقولها في الختام. كابتن علاء نورتني، الله يخليك، وكالعاده يعني ارائك قيمه جدا، الله يخليك. ان شاء الله نهني بعد ماتش الكاميرون يا رب، ويا هعمل معاك مداخله اول ما تكسب، هعمل معاك مداخله. انا كنت اللي قلت. اشكرك جدا كابتن علاء، متشكر جدا، ان شاء الله نتواصل دايما باذن الله. نطلع فاصل سريع، بعد كده هنتواصل مع فقره بقى الزمالك ينتخب. عندنا الاثنين من المرشحين تحت السن، الأستاذ سامح سوني والأستاذ محمد طارق.